يعطيكم العافية. كطالب بي اي تي جدولك في السنة الأولى ما راح يختلف عن طلاب سي اي اس وسي اس، راح تنزل تقريبا نفس المواد المشتركة اللي راح ينزلها طالب سي اس وسي اي اس. في خطة البي اي تي بتعطيك كرت أخضر بأنك تنزل مادة من مواد الأعمال اللي أنا بعتبرها شخصيا فرصة لحتى ترفع معدلك. كطالب بي اي تي بعطيك مجموعة من النصائح لحتى تكون مسيرتك الدراسية ناجحة. بداية خذ مادة الأعمال على الفصل الثاني. ليش؟ لحتى انك ما تاخذ هاي الماده الاعمال مع طالب الصنفور المتحمس للجامعه. والنصيحه الثانيه انك تحاول توازن بين مواد الحفظ والمواد الحل الموجوده بتخصصك. النصيحه الثالثه انك تحاول ما تاخذ كل المواد الصعبه مع بعض ويصفي عندك مواد سهله كثير ويكون جدولك كثير سهل. اما اذا قدرت توازن بين مواد الحفظ المواد السهله والصعبه فانه جدولك بيكون متوازن وتحاول تحصل على معدل عالي. كنصيحة أخيرة، حاول إنك تستفيد من مواد الأعمال لحتى لا سمح الله إذا ما قدرت تتخصص بمجال الاي تي أو الكودات إنك تحاول تلجأ لشركة محاسبة أو شركة أعمال. يعطيكم العافية.